علاش بلات عيد نقدر نبقى. الاستاذه دخلنا في الصباح عطاونا كمامات، دخلنا كانوا اساسيده حضاونا مزيان، كان امتحان فرونسي ساهل، عطاونا برودكسيون كريت ساهله كنا ديجا كنخدموها. التربيه الاسلاميه كان طويله بزاف، حطونا داك الشيء ديال الباك، كانت التربيه الاسلاميه طويله، ولكن ربي سهل علينا ان شاء الله. دازت عندنا اللجنه ولكن قلبوا شي شويه، فهمتي؟ قلبونا شي شويه صافي. الحمد لله حطونا داك الشيء في المتناول، في داك الشيء اللي بغيناه، الحمد لله خدمنا، الله يسهل علينا، الله ينجح جميع المستويات يا ربي. لا لا كلشي مزيان، صار حنا جينا خمسه في القسم، حنا صحاب مهاني والله الا خمسه في القسم بالله. اول حاجه بعدا دخلنا مع الثمانيه، دوزنا ساعتين ديال الفرنسي، اللغه الفرنسيه، بعدا جاتنا بعدا مزيان اللهم لك الحمد، الاسئله مبسطين وكلشي مزيان، الداخل كاينين الاحتياطات الوقائيه ديال الكمامه وداك الشيء، موراها الساعه ونص اللي دوزنا ديال التربيه الاسلاميه، التربيه الاسلاميه كانت في المتناول، اللي حافظ راه كيخدم مزيان، اللي ما حافظش راه المهم كانت في المتناول الجميع، يعني راه مبسطه وسهله بكل سهله. عدم ما كانش شحال تغش عندكم؟ لا قسمنا ما كانش شحال تغش، الاساتذه كيكونوا كيمشيو وكيجيو، يعني كاين المراقبه، كاينه المراقبه بين كاينه المراقبه على السلام. الزملاء ديالك شو تبغي تقول الزملاء ديالك؟ بغيت نقول لهم كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ومسيره موفقه والنجاح ان شاء الله. دوزنا فرنسي وعربيه، المهم داز داكشي زوين تبارك الله، هي الفرنسي كانت صعيبه شويه، ايوا التربيه الاسلاميه جات سهله. وشكرا بزاف للناس اللي حضاونا على جدارة واستحقاق، وشكرا لاي واحد ساهم في هذا الامتحان هذا، وشكرا وتحيه لوالدينا. لا كانوا الدراري منضبطين تبارك الله عليهم. داكشي كان بنزاهه، كان العمل بنزاهه، وكان كلشي كيدير الواجب ديالو، وراه الحمد لله خدمنا كاع داكشي اللي وجدنا اللي خدمناه، ونتمناو النتيجه تكون مزيانه وهادشي اللي كاين. والاساتذه كانوا مزيرين تبارك الله عليهم، كاع اللي بغى يدوز شي حاجه خداوها ليه، وشكرا. دوزنا الفرنسي مزيان، المهم الاساتذه ما زيروش معنا بزاف، ودوزنا حتى التربيه الاسلاميه مزيان، وبقى لنا اجتماع العربيه في العشيه واجتماعيات لغدا الصباح. لا ما كانت عندنا حتى شي حاله غش في القسم، ولكن في المدرسه ما عرفتش مزيان عندنا العربيه. بغي نقول لهم يراجعوا مزيان ويجدوا راسهم وصافي، هادشي اللي كاين. خدمنا مزيان الحمد لله، دوزنا فرونسي وتربيه اسلاميه، داكشي حضرنا داكشي بمستوى، داكشي وجدنا اللي خدمناه مزيان الحمد لله، داكشي اللي كاين. لا ما كاينش حاله غش، كل واحد خدام راسه، كل اللي حافظ يخدم مزيان، واللي ما حافظش يقول لك ما خدمش مزيان، داكشي كاين. لا داكشي الحمد لله كلشي ساهل. العشيه شنو غيكون؟ العربيه ان شاء الله نخدموا فيها. الله يوفقهم الله يجيب لي مشروعات مزيان كلشي يا بي. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.